نبدأ فقرتنا اقرأ الخبر من عند الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق واللي أجرى مصحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل سفره امبارح إلى دبي لقضاء الأجازة هناك. طبعا أثبتت المسحة سلبيتها وده تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة. وغادر القاهرة امبارح الفرنسي باتريس كارتيرون متوجها إلى دبي في أجازة لمدة 6 أيام، حيث يعود الخميس المقبل ليقود التدريبات في فترة توقف الدوري استعدادا لمواجهة المقاولين العرب يوم 21 ديسمبر المقبل في الجولة 7 لبطولة الدوري الممتاز. حدد الفرنسي باتريس كارتيرون مدير الفني للفريق موعد استئناف التدريبات الجماعية عقب انتهاء الراحة اللي منحها للاعبين لمدة أسبوع بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة اللي أقيمت بين نادي الزمالك وسيراميكا الخميس الماضي في الجولة 6 لمسابقة الدوري الممتاز. وقرر المدير الفني استئناف التدريبات في 4 عصر اليوم عصر يوم الجمعة المقبل الموافق 3 ديسمبر على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وده استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21 ديسمبر المقبل في الجولة 7 لمسابقة الدوري. الثنائي المعاون بالجهاز الفني للفريق وهما البرتغالي فرناندو مخطط الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى غادروا القاهرة خلال الوقت اللي فات متوجهين إلى بلادهم من أجل قضاء الأجازة مع أسرهم في ظل الراحة السلبية اللي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة. ومن المقرر أن يعود الثنائي إلى القاهرة بنهاية هذا الأسبوع وبالتحديد يوم الخميس لقيادة التدريبات عقب انتهاء الراحة بصحبة المدير الفني باتريس كارتيرون استعدادا للفترة المقبلة. كلف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الكابتن حمادة أنور عضو مجلس الإدارة بحضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري كمندوب عن القلعة البيضاء واللي هيتم خلالها مناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لعقد انتخابات الاتحاد القادمة. سوف تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اليوم الأحد بمشروع الهدف طبعا لمناقشة تعديل بعض بنود اللائحة واعتمادها قبل إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وترغب الجمعية العمومية لاتحاد الكرة إجراء بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي.